خليني اخد راي سياده النائب طارق الخولي عضو مجلس النواب وعضو تنسيق شباب الاحزاب والسياسيين. سياده النائب مساء الخير يا فندم. مساء النور استاذ عزه، تحياتي لحضرتك. قريت الخبر؟ قريته. طيب ايه بقى بعد ما قريته؟ ايه الرد اللي ممكن نرده؟ شايف ايه؟ طيب انا شايف انه بدايه ده بالاساس والتركيز على انه بيرفع النعره القوميه في الداخل التركي ووضع هذا الحلم. احنا اردوغان بيبني فشله المستمر اقتصاديا وفي مجالات مختلفه. نعم. طبعا القمع السياسي اللي بيتم في تركيا بيبني اسباب لكل ذلك، انه يذهب نحو حلم التوسع التركي، استعاده الدوله العثمانيه، حلم ما يسمى بحلم الوطن الأزرق، السيطرة على البحار الثلاثة، امتداد تركيا إلى البحر الأسود وإلى بحر إيجا وإلى البحر المتوسط والسيطرة على كل هذه المنطقة بالكامل. والحقيقة أنه من خلال ده هو بيروج من خلال القناة الحكومية اللي عرضت هذه الخريطة أنه بيعزز أن هذه النعرة القومية. خد بالك كون أنه التقرير ده يتعارض او الخريطه دي تتعرض على قناه حكوميه تركيه، غير ما نقول انها بتتعرض على قناه اخوانيه، واخد بالك؟ يعني نعم يعني بالتأكيد. ايوه بالظبط. ده هي الخبر هي ده انا جايباه من السي ان ان هو اللي قايله. اتفضل. نعم صحيح. يعني بالتاكيد زي ما حضرتك تفضلتي ده بيعطي يعني معاني معينه في وجود قناه آخر. رسميه حكوميه. أيوة. بتعرض هذا الامر، وبالتالي ده بيعتبر انه راي رسمي او توجه رسمي من قبل النظام التركي في دعم هذه الفكره وفي الترويج لها. والحقيقه انه طبعا زي ما حضرتك تفضلتي هذه الخريطه شملت كل من سوريا والعراق والاردن ومصر والسعوديه وليبيا واليونان وقبرص، بالاضافه طبعا لدول ما وراء القوقاز وكازاخستان وجنوب روسيا. نعم ايوه. طبعا بالتاكيد انه زي ما قلنا دي الخريطه بتشمل قصه او موضوع حلم الوطن الازرق والتمدد التركي بشكل كبير، لكن كمان اللي لفت نظري ويعني هو انه لم تشمل هذه الخريطه الاراضي المحتله في فلسطين، وبالتالي ده ايضا بيعطي رساله. ده هم موضحينه ما عدا اسرائيل. نعم نعم نعم. فبالتالي هو بيعطي رساله طمأنه لاسرائيل انه هذا المشروع والحلم التركي لن يتمدد نحو إسرائيل ودولة إسرائيل، وبالتالي ده كمان يدينا معاني أخرى بأنه ما تعمل عليه تركيا هو بيصب لصالح مين؟ هو بيصب لصالح الدول اللي ليها عداء تقليدي مع البلدان العربية واللي بتحتل الأراضي. يمكن تركيا بتسعى من خلال استعادة نفس الطريقة اللي قام بها السفاح سليم الأول في احتلال البلدان العربية قديما. نعم. هي نفس الطريقة، استخدام الدين واستخدام الجماعات الدينية والجماعات المتطرفة، الجيش التركي سواء كان الجيش التركي الرسمي أو عن طريق المرتزقة متواجد بالفعل في 10 دول في المنطقة. بتشمل الخريطة اللي وضعت اليوم على شاشة القناة الحكومية. هناك بالفعل 10 دول من هذه الدول ومن هذه الخريطة متواجد فيها قوات عسكرية تركية سواء كان من الجيش التركي رسمية أو حتى من قوات المرتزقة ومن قبل المرتزقة. وإحنا بنشوف الخريطة اللي امتدادها ناحية الغرب سنجد أن نهاية الخريطة عند ليبيا، وبالتالي ده بيعطي انطباع لماذا بتضع تركيا أقدامها بقوة وبتسعى لوضع قوات من أو جماعات من المرتزقة في ليبيا، لأنها نهاية الخريطة غربا. وده أيضا بيعطي لي أسباب دعم النظام التركي لجماعة الإخوان. نعم. سواء كان التنظيم الدولي أو جماعة الإخوان في مصر دعمهم بشكل كبير لأنهم جزء من المشروع التركي ومشروع التوسعي لأردوغان في هذه المنطقة. نعم نعم. بس سيادة النائب، يعني احنا المفروض لما أنا أشوف خبر زي ده وموجود على السي ان ان والفيديو موجود على القناة التركية الرسمية وانه بيدعموا طبعا طبيعي جدا الاخوان وايضا انصار فكرة الخلافة، يعني بعيدا عن باقي الدول، يعني مع احترامي كل دولة ليها سيادتها وكل دولة ليها هي حرة في الشأن الداخلي الخاص بيها او ما يروج عنها،
لكن أنا هنا أمام البرلمان، ماذا نفعل في تقدير حضرتك أمام هذا الخبر؟ مصر الحقيقة من خلال البرلمان ومن خلال مؤسساتها، مصر هي بتقود مشروع الدول الوطنية في مواجهة الأجندات الخاصة بالدول التوسعية في المنطقة، وده واضح جدا. مصر بتساعد دول المنطقة المختلفة سواء كانت دول العربية أو غيرها زي اليونان وقبرص، وفي أحلاف قائمة بين مصر وبين العديد من دول المنطقة في مواجهة المشروع التركي، في مواجهة المشروع الإيراني، المشروعات التوسعية اللي ليها علاقة بأحلام قديمة بيتم استدعائها الآن، ومحاولة الترويج ليها واستخدام الدين فيها بشكل كبير واستخدام المذهبية. المشروع المصري هو مشروع منذ ثورة 30 من يونيو، وهو مشروع مناهض لهذه المشروعات. والحقيقة انه نجح في تثبيت خطوات مهمة وخطوات قوية على كافة الأصعدة، واحنا بنشوف القاهرة وبعض محافظات مصر تستقبل وفود. احنا الغردقة استقبلت وفود من ليبيا، القاهرة استقبلت وفود من الفصائل الفلسطينية وغيرها من محاولات مصر الدؤوبة والسعية نحو مواجهة هذه المشروع. احنا دورنا كبرلمان عن طريق الدبلوماسية البرلمانية بنعمل بالتوازي للجهود الدبلوماسية الحكومية والرسمية في مواجهة هذه المشروعات وفتحها أمام المجتمع الدولي وفتحها. ده اللي أنا نفسي منكم، يعني نفسي إن أنتوا تعملوه، يعني فكرة بالتأكيد هذا دورنا، وإحنا يعني سنكثف من دورنا ده خلال الفترة المقبلة في المحافل البرلمانية والمحافل الدولية، لأن من المهم أن يتعرف البرلمانيين ونظرائنا من البرلمانات ذات التأثير في السياسة الدولية، أن يتعرفوا على الإجرام والمساعي التي تحدث من جانب النظام التركي اللي بينتهك القانون الدولي وكل الاتفاقيات الدولية من أجل تحقيق هذا الحلم المريض، في ظل أن العالم يعني في العالم انتهى من فكرة القوميات الكبيرة ومن فكرة التمدد الاستعماري. يعني هم الحقيقة بيستدعوا جزء من التاريخ انتهى، ومن المفترض أننا أمام الحفاظ على كيان الدول الوطنية والحفاظ على عدم المساس بأي دولة وفقا لأحكام القانون الدولي. يعني بتمنى أن ده يحصل بشكل سريع سيادة النائب طارق الخولي.